عنده في بعض الأشخاص ممكن يعني فعلاً يكونوا مستمرين في التدخين حتى لو يكونوا عارفين هذه الأضرار، حتى لو تقول لهم روح استشير دكتور أو طبيب في هذا المجال أو في هذا التخصص يقول لك لا خلاص أنا صرت مدمن وما أقدر أودر هذا الشيء أو هاي العادة. صحيح، يعني إحنا عارفين المخاطر وأيضاً عارفين شو ممكن أن تسبب خاصة في ظل الجائحة اليوم، وأيضاً خلينا نقول الجملة اللي موجودة على علب السجائر أيضاً، ولكن بعض الناس للأسف لا زالوا مستمرين في التدخين. لذلك زينب وأيضاً المشاهدين متحدث عن التدخين مع دكتور حسن شبانة استشاري أمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح الخير عليكم. صباح الخير أستاذ زينب، صباح الخير أستاذ حمدة، وصباح الخير على المشاهدين في دولة الإمارات وفي كل الوطن العربي. أهلا، تسلم دكتور. في البداية يمكن إحنا ذكرنا أنا وزينب إحنا كنا عارفين هذه المخاطر، يمكن حافظينها بالترتيب حتى، ولكن ما هي الأضرار التي تقع على الأفراد إذا كان الفرد المدخن شاب ويتمتع بالصحة ويمارس الرياضة؟ هل هو نفس الخطر العائد على منهم يعانون من الأمراض المزمنة؟ طبعا احنا كلنا بنشوف العادة السيئة بتاعت إن كتير جدا من الناس اللي بتمارس الرياضة سواء برياضة المشي أو حتى بيروح الجيم وتلاقيه إما قبل التمرين أو بعد التمرين بيدخن سيجارة، وبنشوفها كلنا. وطبعا بنحب إن احنا ننتهز الفرصة بتاعت اليوم العالمي النهاردة اللي هو نو توباكو داي عشان نوعي بعض الناس بالآثار الجانبية اللي بتحصل في هذه الحالات. طبعا التدخين في حد ذاته زي ما كلنا عارفين ضار بالصحة، وموجود على علب السجاير وكل أنواع النيكوتين موجود عليها المخاطر بتاعتها، لكن معظم الناس ما بيقراهاش أو حتى عارف بيها، بس بيحاول إن هو يعمل لها نوع من أنواع الإخفاء أو إن هو يحاول إن هو ما يوجهش نفسه بيها. التدخين طبعا قبل التمرين أو بعد التمرين له دور ضار على جسم المريض من ناحية أو جسم الشخص الصحيح اللي الشاب اللي بيمارس الرياضة. معروف إن التدخين في مادة النيكوتين، ومادة النيكوتين دي بتعمل نوع من أنواع تسارع في نبضات القلب، وإحنا عارفين إحنا أثناء التمرين كل الناس بتراقب نبضات القلب بتاعتها بحيث إنها توصل لحد معين. فتخيل إن واحد هو بيبدأ التمرين وهو لسه نبضه سريع من الأول قبل ما يبدأ التمرين. كمان تأثير الدخان اللحظي اللي هو اللي بيدخنه قبل التمرين على الشرايين والأوعية الدموية، إنه بيعمل تضايق في الأوعية الدموية، وإحنا محتاجين الأوعية الدموية بتاعت العضلات تبقى متفتحة عشان تخلي المريض الشخص ده إنه هو يمارس الرياضة بصورة قوية، فبتؤدي إلى إن بيحصل عنده قوة العضلة أو بنسميها الانديورانس أو الكفاءة بتاعت العضلة بتبقى أقل. كتير جدا من المرضى يجي يقول لي دكتور أنا بدخن وبمارس الرياضة فعشان دي بتساوي دي فأنا كده بحافظ على صحتي. وطبعا ممارسة الرياضة لكل الناس مفيدة ومهمة جدا ان احنا نمارس الرياضة عشان نتجنب الآثار الضارة اللي هي بتاعت ان الجسم يبقى ضعيف، يبقى لازم طبعا جسمك صحي، الرئتين بتتنفس كويس وعضلة القلب شغالة كويس والعضلات وكل الجسم كويس، لكن التدخين مع الرياضة لا يعني ما بيسويش بعض، يعني ما ينفعش واحد يقول لي والله سلامة خلاص بلعب رياضة يبقى انا مش هجيلي أضرار من التدخين. لا، انت في أضرار من التدخين موجودة. طبعا ممارسه الرياضه بتخليك احسن من الشخص اللي بيدخن وما بيمارسش الرياضه، لكن ناخد بالنا من الحاجات اللي احنا قلناها ان انت لا طول ما انت بتدخن وبتمارس الرياضه فانت كفاءه عضلاتك اقل، قدرتك على بذل المجهود اقل، ممارستك للتمارين نفسها ما بتديش الوضع الصحيح للشاب لنفس سنك وبيمارس رياضه من غير تدخين. صحيح دكتور، نتكلم شوي عن الرئتين وهي طبعا عضو مهم في جسم الانسان، كيف تاثر عليها؟ يؤثر عليها التدخين تراكميا الى ان يصل، يعني في بعض الاحيان يصلون بعض الاشخاص الى سرطان الرئتين. طبعا ده تخصصي الامراض الصدريه، فهو ده بالنسبه لي الجزء الاهم في التدخين. وطبعا عارفين التدخين اول مكان بيدخل عليه هو الرئتين والقصبات الهوائيه والشعب الهوائيه، فطبعا المكان الاول اللي يعاني من الدخان واثاره هو الرئتين. بتترسب المواد الضاره اللي موجوده في السجاير وانواع التدخين المختلفه حتى بما فيها الانواع الجديده زي الفيبنج والالكترونيك سيجرتس والحاجات اللي زي دي، بتترسب اول ما تترسب على داخل الشعب الهوائيه والرئتين. الشعب الهوائيه ربنا خلق فيها اهداب، الاهداب دي بتشتغل زي المكنسه زي السجاده، بتشتغل بطريقه بحيث انها تطرد الـ كل ما نستنشقه من غبار ومواد عالقه في الجو، الحاجات دي ربنا خلق الاهداب دي انها تتخلص منها. لكن مع التدخين بصفه يوميه بتصبح هذه الاهداب تفقد القدره على تنظيف الرئتين، فتبدا تتراكم الاثار منها القطران والمواد الثانيه اللي هم
وصلوا أسهم تقريبا أكثر من 4000 مادة ضارة موجودة داخل السيجارة تبدأ تترسب في جدار الشعب الهوائية وفي الرئتين. التراكم بتاعها على مدار الشهور والسنين هو اللي بيؤدي للأمراض. طبعا أخطرهم أخطر حاجة هي سرطان الرئة، لكن كتير جدا من الأمراض التانية اللي بتحاول الناس تتناساها، أشهرهم حدوث أزمات الربو، ومعروف إن الناس اللي عندهم تدخين أو حتى بيتعرضوا للتدخين السلبي دول بيبقوا أكتر عرضة إن هو بيجي لهم ربو وتجي لهم نوبات ربو، لما تيجي نوبات ربو تيجي حادة وأشد من غير المدخنين. في مرض تاني مشهور وهو بيظهر بعد سن الأربعين والخمسين نسميه الانسداد الرئوي المزمن. الناس المدخنين دول لو تلاحظوا الناس المدخنين اللي هم سنهم كبير يبدأ ما يقدرش يطلع السلم، ما يقدرش يعمل مجهود، ما يقدرش يمشي مع أولاده في الشارع أو في المول أو في أي حاجة من الحاجات دي. ده لأن كفاءة الرئة فقدت جزء كبير من وظيفتها والشعب الهوائية ضاقت في مرض اسمه الـ COPD أو الانسداد الشعبي المزمن. المرض ده بنشوفه حالياً كمان في سن أصغر من قبل كده، يعني زمان كنا نشوفه في 50 سنة 60 سنة، لأن الناس كانت تبدأ تدخن بعد ما تخلص الجامعة، بعد ما تبدأ شغلها يبدأ يفكر في التدخين. لكن حالياً بدأ احنا بنشوف شباب في سن 13 ويعتبروا أطفال 12 سنة و 15 سنة بيبدأوا يدخنوا، فبدأنا نشوف المرض ده اللي هو الانسداد الشعب الرئوي المزمن في سن 35 و40 سنة، لأنه بيحتاج هو الشخص من 20 ل 25 سنة عشان يتولد إليه هذا المرض. مشكلة المرض ده إنه بيعمل نوع من أنواع التغيرات الدائمة داخل الصدر بما فيه يعني الشعب الهوائية والرئتين اللي هي ما نقدرش إن احنا نرجعها تاني بعد كده. ووجدوا إنه يعني معدل التدخين إذا كان بصفة يومية حتى لو كان من واحدة لخمس سيجارات في اليوم، وفي دراسة منشورة قريب بالكلام ده ان الناس اللي كان بتدخن مثلا علبة سجاير وبدأت تنزل سيجارة او سيجارتين في اليوم يقولك ما انا كده بعتبرت خلاص سوشيال سموكر او يعني بدخن بصفة بسيطة، فوجدوا ان لا حتى الناس دول اكثر عرضة ان هم يصابوا بامراض الرئة. والخطر موجود اذا موجود كان في علبة واحدة او حتى في سيجارة واحدة في اليوم. ولكن دكتور ايضا احنا عارفين ان كوفيد-19 لو ضرب الرئة وصل الى الرئة من الممكن ان تتفاقم المشكلة اكثر على المريض، فلو كان هذا المريض مدخن كيف يكون شكل الرئة وكيف يكون ايضا الاثر السلبي على هذا المريض؟ برافو عليك. هو النقطة دي طبعا أثيرت في الأول من حوالي كم شهر ونزلت بعض الدراسات وكان بيتكلموا بيقولوا إن مرضى المدخنين ما بيجي لهمش كوفيد أو إن هم أقل عرضة للكوفيد، ولو جالهم كوفيد ما بيدخلوش المستشفى لأنه في حماية ليه. كذا دراسة نشرت بالموضوع ده من في الشهور اللي فاتت، لكن تم تفنيد الدراسات دي لأنها طلعت إنها يعني ما لهاش القوة الكافية إنها تقول انه المرضى او الاشخاص المدخنين اقل عرضه. بالعكس، في دراسه حديثه تم نشرها قريبا بتقول ان الشخص المدخن اذا جات له كوفيد بيجيله اشد من الشخص العادي، ونسبه حدوث مضاعفات الكوفيد عندهم اكثر من الاشخاص العاديين، وفرصه دخولهم المستشفى والبقاء فيها وحتى العنايه المركزه ولا قدر الله الوفاه اعلى من الاشخاص العاديين، بما يسببه التدخين من اثار سلبيه على الرئتين وقدره الرئه على ان هي يعني تتفاعل او تحمي نفسها من اثار الكوفيد. فعشان نتخيل يعني الرئه واحد سليمه واحد رئته مليانه اثار من التدخين، فلما يجي الفيروس هيصيب واحد هيصيب انهي اكتر؟ اكيد الرئه اللي مش سليمه. صحيح. فده بيؤدي الى ان الشخص ده بيعاني اكتر، واحنا بنشوفها حاليا بنشوف كتير من المرضى المدخنين لما يصابوا بالكوفيد بيعانوا أكتر، فترة بقائهم في المستشفى بتبقى أطول، بيحتاج فترة علاج أطول من الشخص العادي. صحيح. نتكلم دكتور شوية عن التغذية وعملية التمثيل الغذائي في جسم الإنسان كيف تتأثر بالتدخين على مدى الأيام وأيضا في المستقبل أو على أيضا الشهية. دي نقطة برضو حلوة جدا، لأن كتير جدا أول ما تيجي تكلم واحد تقول له عايزينك تبطل تدخين وخلاص ونوقف يقول دكتور أنا خايف أدخن. فبالنسبة لي التدخين بيخلي وزني مثالي كويس جدا. هو طبعا التدخين بيعمل نوع من انواع فقدان الشهيه عند الناس، فعشان كده بيحافظ لهم على وزنهم. الحاجه الثانيه التدخين وماده النيكوتين بتؤدي الى حرق زياده، فالمريض بيحرق اكثر من الشخص العادي، فبيحصل لهم نوع من انواع الـ نقدر نقول كمان نوع من انواع المال نيوتريشن او سوء التغذيه بيبقى عندهم، وده كمان بيبقى ليه تاثير ضار عليهم، لان سوء التغذيه في وجود التدخين يؤدي الى ظهور بعض الامراض الثانيه زي الامراض الشرايين وامراض القلب وامراض الجسم عموما يعني وبالذات العضلات. كتير جدا من الناس المدخنين ليه عضلاتهم
نحيفة شوية، جسمهم ما فيش فيه كمية كتلة العضلات الطبيعية اللي موجودة في الناس العادية. صحيح. وده بيخلي إن هم صحتهم تبقى أقل مقارنة بالناس التانية. تبطيل الدخان طبعاً بيؤدي لأن الناس دي صحتها بتتفتح، فكتير من الناس اللي بطلت التدخين يبدأ يعاني من زيادة الوزن إذا لم يكن تحت إشراف الطبيب. بالذات لما يبطل دخان يلاحظ عادة بيزيدوا من 2 ل 5 كيلو، في ناس توصل لغاية 7 أو 10 كيلو زيادة في الوزن إذا كان تحت غير إشراف طبي. طبعا بيبقى لما احنا بننصح الناس إنها تبطل التدخين بيبقى في نوع من أنواع التوعية بالتغذية، التغذية الجيدة اللي هي يحصل فيها الشخص المدخن على كافة العناصر الغذائية والاحتياجات اليومية بدون ما يحصل عنده زيادة في الوزن. صحيح. دكتور بس عرفنا على رحلة خلنا نقول الأطباء في كيف من الممكن أن يمنعون هذا الشخص من التدخين، كيف تكون بدايات العلاج حتى يصل إلى أنه هو يتعافى من فكرة التدخين؟ طبعا هو الكثير من المرضى بيفضل أنه يبطل التدخين بالتدريج. الدراسات أثبتت أن تبطيل الدخان بالتدريج الفشل فيه عالي جدا، فالأفضل هو التبطيل الوقتي على طول، اللي هو ناخد قرار حازم وبنختار الوقت اللي هو المريض يكون فيه عنده القابلية. دايما المدخن بيبقى عنده كل يوم فيه أفكار مختلفة، النهاردة عايز أبطل، لا بكرة، لا النهاردة، عارف ليه؟ دايما عنده التسويف. لكن الفكرة تتراود، كل شخص مدخن بتراود الفكرة أن أنا في يوم من الأيام هبطل التدخين. الدكتور الشاطر بقى بياخد المريض في اللحظة اللي هو حاسس فيها المريض النهاردة الفكرة مختمرة في دماغه، أو الفكرة النهاردة قوية أن أنا أبطل التدخين، وبنبدأ التدخين بالكونسلينج، بالاستشارة الطبية، بأن احنا بنديله إيه المزايا اللي هيحصل عليها حينما يتوقف عن التدخين، وفي مزايا فورية بتحصل في خلال 3 أيام، وفي حاجات بعد أسبوع هيتوقع أنها تحصل، وفي بعد شهر وأكتر. يعني كل يوم المريض فيه بيبطل التدخين بيلاحظ أنه هو شخص مختلف للأحسن عما قبل، بغض النظر عن بعض الآثار اللي هي اللي بتبقى عبارة عن سحب النيكوتين من الجسم أو انخفاض نسبة النيكوتين اللي كان بيدخنه، واللي هي بتقعد من 3 أيام لأسبوع لعشر أيام بالكثير قوي، اللي هي أعراض إن هو عايز النيكوتين تاني يرجع له، الصداع والكسل وعدم التركيز والحاجات اللي زي دي. لكن كل يوم المريض فيه بيكون مستمر في الإقلاع عن التدخين، سواء بالاستشارة الطبية فقط وبالنصح أو بالاستخدام بعض الأدوية، وحالياً في عندنا أدوية كتير يعني بتعالج الموضوع ده وبتخلي المريض قابليته إنه هو أو إحساسه إنه هو بيحتاج النيكوتين بتقل كتير قوي، وأدوية كتيرة. وفي طبعاً النيكوتين اللي هو عن طريق سواء المضغ أو البخاخات أو اللزقة اللي بتتحط على الجلد من بره، كل دي أنواع مختلفة من الأدوية. وفي أدوية تانية برضو، مش طبعا ما فيش مجال لذكر اسمها دلوقتي، الأدوية دي بتخلي المريض تساعده إن هو ما يحسش بيه عنده رغبة في التدخين. النقطة المهمة جدا بنقولها للمريض إن هو كل ما بطلت التدخين النهاردة أحسن من بكرة، وامبارح كان أحسن من النهاردة، فلازم نحسسه إن هو إن أنت لازم تاخد بشكل قرار سريع، لازم تاخد قرار كويس. طيب دكتور، الأمراض اللي ذكرناها في البداية مثل انسداد الرئتين وغيرها من الأمراض اللي يسببها التدخين، ممكن اكتشافها بالشكل المبكر ولا يعني الأطباء يكتشفونها فيما بعد وخلاص فعلا تكون الأعراض انتشرت أو المسببات في جسم المريض؟ طبعا ده سؤال مهم جدا، وده اللي احنا دايما بنوجه ليه الناس اللي بتدخن، إن أنتوا ما تستناش لغاية ما تظهر عليك الأعراض، لأن ظهور الأعراض معناها احنا وصلنا لمرحلة متأخرة. فالشخص المدخن بننصحه انه طبعا لازم يزور الطبيب. في حاجه مهمه جدا لازم تتعمل، وهي فحص اختبار النفس، لان ده بيقيس كفاءه الرئتين. الشخص اللي بيدخن عنده عاده كحه اللي بيعاني منها، وحتى كلهم بيستسهلوا، يقول لك دي كحه السجاير، ان هو الصبح يكح ويخرج بعض الافرازات، ويقول لك لا ده العادي بتاع المدخنين. دي علامه على بدايه ظهور التهاب مزمن في الشعب الهوائيه. بعدين معظم الناس اللي بتدخن ما بيمارسش رياضه او ما بيعملش مجهود، واحنا اصبحت حياتنا العصريه ما فيش فيها مجهود كبير زي زمان، فما بيلاحظش ان عنده تناقص في وظيفه الرئتين. يعني مش مثلا ما بيطلعش 4 أدوار على السلم او يمشي نص ساعه او حاجه زي دي عشان يكتشف ان هو بقى اصبح عنده نهجان. ما بيكتشفش الموضوع ده غير لما يتاخر خالص، انه محتاج يطلع دور واحد في السلم فيلاقي نفسه مش قادر يطلع، او محتاج يمشي 5 دقائق فيلاقي نفسه مش عارف يمشي ال5 دقائق دول، فيروح يدور على الدكتور، نفاجئ ان احنا وصلنا الى مرحله متاخره من امراض الرئه. لكن بننصح طبعا كل الناس المدخنين ان هم يزور الطبيب مبكر، يعمل اشعات الصدر زي ما يطلبها منه الطبيب، فحوصات النفس اللي بيطلبها منه دي لازم نعملها بصفه دوريه قبل ظهور الاعراض.
وطبعا اذا بطل دخان يبقى احسن من الاول. صحيح. ايضا دكتور يمكن احنا عارفين كلنا ان الامراض او المرض المصاحب للتدخين او المدخنين هو مرض السرطان، ولكن هناك العديد من الامراض الصدريه والرئويه اللي تكون مصاحبه ل او نتيجه للتدخين. عرفنا على بعض من هذه الامراض. طبعا غير امراض الرئه اللي احنا قلناها واشهرهم الربو والانسداد الشعبي المزمن وبعض الامراض الرئويه الثانيه اللي هي زي تليف الرئتين وحاجه اسمها الانفيزيما او انتفاخ الرئه، دي الامراض الصدريه المشهوره عن التدخين. ثاني حاجه وهي الاوعيه الدمويه والقلب. طبعا الاوعيه الدمويه بتتاثر تاثر مباشر بالتدخين، والمريض يبدا يعاني من انقباض في الاوعيه الدمويه، ده مع كل سيجاره بيدخنها، وكمان بيحصل نوع من انواع تصلب في الشرايين. تصلب الشرايين يؤدي الى تناقص الدم اللي بيوصل للاعضاء، اهم عضو هو القلب اللي بيعتمد على وصول الدم بصفه مباشره. فطبعا المرضى اللي هم بيدخنوا بيحصل لهم بيبقوا اكثر عرضه للاصابه بامراض القلب، الانسداد الشريان التاجي، وبالذات اذا كان المريض يعاني من امراض اخرى الثلاثه الاساسيين اللي هو ارتفاع ضغط الدم، السكر، الكوليسترول، اذا كان دول موجودين عند المريض فدول ثلاث عوامل بيؤدوا الى ان الشرايين تتاثر عندهم. فلو ضفنا عليهم العامل الرابع وهو التدخين يصبح المريض اكثر عرضه جدا للاصابه بامراض الشرايين، زي ما قلنا اشهرهم انسداد الشريان التاجي بتاع القلب. الحاجه الثانيه شرايين المخ، شرايين المخ مسافتها من القلب عشان توصل المخ مسافه طويله، وفي شريانين اساسيين على الناحيتين دول من اكثر الشرايين اللي يصيبها تصلب الشرايين في الناس المدخنين، فيبدا يعانوا من مشاكل التركيز في الاول وان كفاءه المخ ما هياش بنفس القدره، لغايه والعياذ بالله ممكن يحصل اللي هي الجلطات في المخ ونسميها السكته الدماغيه والحاجات اللي زي دي. فعلا يعني دكتور الاعراض والمخاطر كثيره او المتعلقه بالتدخين. دكتور يمكن نرجع لموضوع الاقلاع عن التدخين، في بعض الاشخاص يمكن يسمعونك يقول هو مستسل لانه دكتور وشايف انه سهل، بس في اشخاص يقول لك لا بالنسبه لي صار مثل الادمان، خاصه ان فيها ماده النيكوتين. شو هي اول خطوه ممكن يتخذها الشخص المدخن عشان فعلا يقدر يبتعد عن هذه العاده؟ هو طبعا في الاساس لازم يعرف الاضرار بتاعه التدخين. يعني كتير جدا هو طبعا ادمان وتعود، في كذا عامل من بيخلوا النيكوتين من الحاجات اللي المريض صعب ان هو يتخلص منها، لكن كون ان هو يعرف باخطارها وان هو يزور الطبيب وان هو يعمل وظائف الرئه وان هو يشوف ان هو اتاثرت ان النسبه عنده قد ايه، وصلنا للتدهور في الوضع بتاعه، دي من الحاجات الايه الاساسيه. لكن احنا عايزين نلحق برضه الناس من قبل ما توصل لتاثر في عندهم الوضع ده. تبطيل الدخان، يعني كتير جدا من الناس بتبطل دخان سواء في سن مبكر او سن متاخر ما بيحصل لهم شيء. وبعدين دايما بننصح بعض الناس اللي بتصوم مثلا في رمضان، احنا بنقول انت بتصوم اثناء نهار رمضان وبتمتنع عن ما يدخن، بتشوف ان انت هيقول لي بس انا بصدع ومش عارف ايه وببقى مش مركز ومش قادر اشوف شغلي مظبوط، لكن بتقدر تبطل. ففي عندك لازم تقوي العزيمه بتاعتك، يعني زي ما مثلا عزيمه الدينيه عندك تبقى قويه وتخليك ما بتدخنش في نهار رمضان، فانت ممكن برضه لو العزيمه عندك الصحيه تبقى قويه لدرجه ان انت ممكن تبقى عارف ان الدخان ده ممكن يعمل كذا وكذا وكذا، فتقوي من عزيمتك بحيث ان انت تتجنب برضو. صحيح. ان انت تدخن هو قرار فردي وليس قرار من الطبيب حقيقه. بالضبط. دكتور حسن شبان استشاري الامراض الصدريه، شكرا على تواجدك اليوم معنا، شكرا على المعلومات اللي زودتها لنا. شكرا لك، يعطيك العافيه.